في شهر رمضان نشوفوا أنه الناس تنعس في النهار متوترة تعبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور دايدي نورولوج ليبرال دو بليدا. اليوم راح نتكلموا على مشاكل النوم في شهر رمضان. كما تكلمنا مقبل على مرض الصرع الشقيقة وتكلمنا على الذاكرة والتركيز، لقينا أنه مشاكل النوم راهي من الأسباب الرئيسية في تفاقم هذه الأمراض. في شهر رمضان نشوفوا أنه الناس تنعس في النهار متوترة تعبانة، وفي الليل ما يقدروش يرقدوا. علاش؟ باسكو الاكل يكون ثقيل، كاين استهلاك المنبهات كلا كافيين، الشاي، لي جو دورانج ريشون فيتامين سي. دونك هادو ما كامل عوامل يخليو الانسان ما يقدرش يرقد في الليل، وفي النهار نعاس مفرط، وهذا يشكل خطوره حتى في السياقه على هذا الانسان. هذا واش نصائح نقدروا ننصحوا بها؟ انه تعديل الاكل، لازم يكون اكل صحي ماشي غني بالدسم ولا بالسكر. لازم الانسان هذا يرقد او موان انت 6 و 8 اور افون مينوي. كيما تقول المقوله، قولي واش تاكل نقول لك كيفاش ترقد. دونك الاكل الصحي مهم جدا لتعديل النعاس. نتمنى لكم رمضان كريم وعيد سعيد ان شاء الله.